أهداف تركزت على دعم أسر الشهداء وتعزيز قيم ثقافية وأكيد قيمة الشهادة كقيمة إنسانية عليا في المجتمع. اتحدوا عام 2012 كي تتشكل جمعيتهم تحت اسم تموز. بعد أيام قليلة بيصادف ذكرى ميلاد هالجمعية يلي عم نحكي عنها، وهي جمعية تموز، ورح يكون تحت احتفالية النصر ساعة صبر. لحتى نتعرف أكثر على الفعاليات والأنشطة بصيرنا نرحب معنا بصباحنا غير لليوم بالسيد محمد أبو دام من مؤسسي الجمعية. يسعد صباحك. صباحك يا رب. والفنان يامن سليمان أكيد من المشاركين بالجمعية والداعمين الأساسيين لها. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم عبر شاشة الأخبارية السورية. دائما بتكونوا معنا ضيف كفنان، اليوم كراعي للفعالية ومشارك كفنان بفعالية. مشارك بفعالية لها علاقة بالشهداء تحت رعاية ودعم من جمعية تموز. هلا قبل ما نحكي يمكن عن تفاصيل الفعاليه، قديش مهم فعلا يكون في شخصيات فنيه سياسيه ثقافيه مشاركه بهيك فعاليات ونشاطات مثل ما قلت لدعم اسر الشهداء، لدعم المحتاجين المهجرين جراء الحرب اللي عم نتعرض لها. صح، دور اي مواطن، هي مو دور كل انسان موجود بحياه بهلا بهي الازمه وموجود بسوريا له عنده رساله لازم يوصلها. خدمة الوطن هي مو بس عسكر، هي خدمة الوطن بالبناء، خدمة الوطن بالثقافة، في أي شيء يقدم للوطن أي شيء. يعني خصوصا هلا نحن يعني بما يخص الفنانين، يعني هو التوجه العام والجملة العريضة عند أي فنان بيقول لك أنا صاحب رسالة ما، بدي أقدم رسالة ما نحو جمهور ما. نحن هلا كفنانين دورنا بهاي الأزمة نحن فعلا نحكي عن الناس اللي هن ذوي الشهداء، أهالي الجرحى، هدول الناس اللي فعلا المصاب بيكون عندهم جلل يعني بفقدان أبنائهم وأخوتهم وآبائهم ولا أمهاتهم. نحكي عنهم، نحكي بلسانهم، نهتم فيهم، وهذا الشيء نحن يمكن عم نعمله برسالة فنية. والحمد لله بي 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 لما بتلتقي المصلحة ومع الهدف، مثل لما بيكون موجود شيء له علاقة بأنك أنت يكون هدفك يلتقي مع المصلحة اللي هي أهالي الشهداء، هدفك ومصلحتك أهالي الشهداء، فالتقت الهدف والمصلحة مع جمعية تموز اللي هي الجمعية فعلا تعنى بأسر وذوي الشهداء. لهيك كان في هذا العمل اللي هو النصر ساعة صبر، اللي هو يمكن بالنسبة للجمعية مسيرة عم تصير سنوية. يمكن الأستاذ محمد يمكن هلا بده يحكي لنا أكثر عن قصة الجمعية، لأنه عملت السنة الماضية قدم حبر الحق كمان هن، ودائما عم يروح ريع هاي الفعاليه، دائما عم يروح فورا لاهالي الشهداء واهالي الجرحى. تماما، يعني مثل ما حكيت يام بيكون البوصله الاولى لنا هن ذوي الشهداء اهاليهم اللي بفضل تضحياتهم. اكيد نحن متواجدين اليوم وسوريا رح تبقى حره ومنتصره بفضل تضحياتهم، وتحيه لكل ارواح شهداء سوريا من عسكريين ومدنيين. سيد محمد، خلينا نحكي النصر ساعه الصبر، الفعاليه السنه شو رح تكون، شو الجديد اللي عم تتضمنه كمان؟ هلا مثل ما حكى الاستاذ يامن، انه احنا بشكل سنوي عم نعمل فعاليات، وعم نعمل هي هالشغلات بالاهدافنا بتكون بالدعم النفسي والفكري والثقافي. السنه العمل نصر ساعه صبر يمكن انا ما راح اعرف احكي لك عنه كثير قد مثل الاستاذ يامن، بس هو كفكره عامه انه هو عمل مسرحي فني راح ينعرض بدار الاسد للثقافه والفنون. العمل بيجسد مجموعه من اهالي الشهداء ومعاناتهم والواقع اللي بيعيشوا فيه. طبعا هو هذا العمل من تاليف الاستاذ محمود عبد الكريم وموسيقى المايسترو طاهر ماملي واخراج الاستاذ مأمون الخطيب. راح ينعرض يومي الجمعه والسبت بدار الاسد. فنانين كبار بنوجه لهم كلهم تحيه. اكيد بنوجه تحيه لكل الاسماء اللي ذكرتها. خلينا نحكي عن هيدا العمل يامن، يمكن كونك انت فنان تحكي عنه بطريقه مختلفه ورؤيه مختلفه. تماما، هو النصر ساعه صبر عم يتناول قضايا اهالي الشهداء، اهالي الجرحى، اهالي المقاتلين، يعني كل الصنوع، يعني كل الناس اللي فعلا لما بنحكي عن الجيش العربي السوري نحن دائما لما بنحيي نحييهم شهداء وجرحى ومقاتلين ابطال، يعني الصنوف الثلاثه الموجودين بالجيش العربي السوري. نحن عم نتناول قضايا ثلاث اصناف الموجودين بالجيش العربي السوري، او العوائل يمكن اكثر، العوائل. نحن عم نحكي حتى عن العوائل وعم نحكي عن المقاتلين. يعني عم نحكي عن عائله شاب محاصر له 4 سنين ما شاف اهله
عنه وعن أهله وعن أمه تحديداً. عن الأم لما بتكون عم تقول صار لي 4 سنين ما شفتك عم تحكي وهو الحاضر الغائب يعني بتستحضره كروح لتحكي معه اللي تكون مشتاقت له، أو إن كان الأمهات اللي بيكونوا أمهات الشهداء. هاي نقطة كتير مهمة، يمكن تماماً. رصد أحاسيس ومشاعر أهالي الفقيد أو أهالي الشهيد أو أهالي اللي عم يقاتل على الجبهة، في مشاعر كتير ويمكن أحاسيس كتير بيعيشوا حالات معينة، قد ما حاولنا يمكن نعبر عنها ما بنوفيهم جزء من هاي المشاعر يمكن. فتحية لكل أم شهيد فقدت عزيز على قلبها، تحية لكل أم لديها عسكري على الجبهة، تحية لكل أم كمان فقدت ابنه وما بتعرف اذا هو عايش ولا ميت. فتحيه لكل امهات سوريات، يعني نوجه لهم تحيه خاصه. حتى بالعرض نحن عم نتوجه كمان للعنصر النسائي بقضيه اللي هي كمان الانثى المقاتله، يعني اللي هي عم تجسدها مريانا معلولي، الانثى المقاتله في الجيش العربي السوري اللي بتشتغل قناصه في الجيش العربي السوري. فانه نحن عم نتناول القضيه الانسانيه يمكن ميالين اكثر للجهه الانثويه في العمل، لانه فعلا الام او الاخت او ابنه اي حدا بالجيش العربي السوري هي اكثر الناس قدره على التعبير العاطفي عن ما تشعر به يعني تجاه الجيش العربي السوري، لانه بيعنيها كعلاقه عاطفيه اكثر ما هي مؤسساتيه يعني. ففعلا نحن عم نحكي عن امهات لشهداء، امهات لمقاتلين، امهات لمفقودين ومحاصرين، ومقاتلات في الجيش العربي السوري، بالاضافه لان احنا الشباب اللي عم نلعب الادوار اللي هن ادوار الناس المحاصرين والشهداء فعم نقدم رساله انسانيه، رساله بتحاكي الشعور النفسي والشعور العاطفي لكل حدا موجود هلا بهي الازمه، عنده أي جزء من عائلته موجود بهاي المؤسسة العظيمة اللي هي الجيش العربي السوري. فنحن عم نقدم هاي الرسالة هيك نوع من مثل ما بنقول رسالة امتنان، شكر، عرفان وإجلال، محبة، كل هاي نحن عم نحاول قدر الإمكان. وإذا بدنا نشوف هي المخرج بنوجه له تحية، مأمون خطيب اللي هو عم كل سنة عوضنا أنه يقدم شيء له علاقة، يمكن أنا كان تماما لك علي يعني الأستاذ مأمون وخطيب يمكن عنده تميز بهالشيء، تميز أنه يقدم رسالة من خلال المسرح أمهات وبعد أمهات وهدنة، لأنه إذا بتشوفي نبض أو نبض هدنة زيتون كل هاي وكلهم أبنائي، وهلأ النصر ساعة صبر كلها عم تتجه نحو رسالة محددة، رسالة محددة في سوريا بزمن الحرب، سوريا والناس الموجودين في سوريا والجيش العربي السوري في ظل الأزمة إنسانيا، في الشيء الشق اللي يتعلق بالعلاقات الإنسانية بيناتنا. أكيد. طيب أستاذ محمد، نحن رح نحكي ونكمل حكي مع يامن عن الشق الفني، خلينا نتعرف من حضرتك شوي عن اللي بتقدمه جمعية تموز إضافة إلى الشأن الفني. هلا جمعية تموز هي جمعية تأسست بعام 2012، هي جمعية غير ربحية بقرار صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الفكرة بديت تعرفي من ظلال الأزمة اللي أثرت على البلد، فقررنا احنا مجموعة من الأشخاص السورية من كل المحافظات إنه نعمل الجمعية تعنى بأسر الشهداء وذويهم، حتى يعني إنه هذا بيحسسنا إنه هذا واجبنا لإلنا. فبلشت الجمعية بفكرة، أول عمل عملناه بعد ما انطلقنا أنه هو كان ترميم بيت أحد عوائل الشهداء، وبعدين توسعت الفكرة أكثر، انتقلنا للتمويل، صرنا نمول مشاريع صغيرة، مثلا اشترينا سيارة إجرة لشخص أو في محل صغير يقدر يعيش منه حياة كريمة، وبلشنا نكبر سنة ورا سنة، صرنا نوزع عينات غذائية، بعدين انتقل الأمر لمبلغ مادي حتى نكون احنا شفافين وواضحين أكثر. وهلأ حاليا الجمعية في استراتيجية جديدة حتى يكون نحن انا ما يقتصر عملي فقط على الدعم، انه انا ادعم العائله او الشخص اللي هو من ذوي الشهداء واتركه، الهدف الاستمراريه في هذا الدعم، صار في عنا الهدف الاستمراريه والهدف المستدام نحن صرنا نسميه. هلا عم نحضر حاليا لما نطلق مشاريع مستدامه يقدروا يستفيدوا منها كل عوائل الشهداء، بحيث انا اجيب الشخص لعندي ادربه وساعده على انه يتوظف مشان يضل قادر يعيش حياه كريمه طول عمره، ما انا والله بس انا كرمه مره واحده واتركه. اكيد رح نتحدث معك كمان عن اهميه اقامه مشاريع مستدامه ليمكن المواطنين. بدي ارجع لك يامن، قديش في مسؤوليه عليك كفنان، مثل ما قلنا هذا العمل له رساله انسانيه عاليه، قديش فيها مسؤوليه لما تقيموا هيدا العمل، انت لما تكون على المسرح وعم تحاول توصل يمكن احساس
أو جزء بسيط من شعور أم فقدت ابنها أو أم عندها عسكري على الجبهة ما سمعت صوته من 4 سنين. صح. يعني يمكن صحيح. في مشاعر مخربطة. صح. بتكون يمكن هي المسؤولية هي رايحة للشق اللي له علاقة بالشيء الواجب. لما بتحسي انه هذا الشيء اللي عم تقدميه هو واجب عليك انك تقدمي هذا الشيء. هو اكثر بتحس احيانا حالك مقصر يعني شو ما قدمت انه انا شو فيني اعمل. دائما عندك سؤال لنفسك انا شو فيني اقدم شو فيني اعمل شو فيني احاول. يعني ولو مثل ما قال الاستاذ انهم بلشوا من فكره صغيره اللي هي ترميم بيت وهلا وصلوا لمشروع كبير اللي هو شيء مستدام. بدل ما تعطيني سمكه علمني كيف صيد. فتماما هي نفس القصه. يمكن بخصنا نحن كلنا كافراد يمكن عند سلمى وعند نور عند الاستاذ محمد عندي انا كلنا في لنا جزء بحياتنا يتعلق بالازمه. طبعاً. يتعلق لانه ما في بيت ما عنده تماماً. يمكن عزيز تماما ما في بيت ما فقد بسوريا. عزيز ما في بيت ما حتى الان عنده ناس كل الوقت قلبك عندهم. الله يحميكم والله ينصركم دائما هذا الدعاء موجود بحياتك. لهيك نحن بما انه هذا الشيء يتعلق فينا اجتماعيا يعني ونحن عايشينه بالفعل وبالحقيقه ما عم نلاقي حتى صعوبه بالتعبير عنه لانه نحن فعلا لما نعيشه يوميا لما عم نقدم هذا الشيء عم يطلع حقيقي اكثر لانه نحن فعلا انسانيا عايشينه عاطفيا عايشينه عم نشعر بكل المشاعر اللي عم تمر من خلال الشخصيات. نحن حتى اثناء البدايه يعني بالبدايه التحضير للعمل بصير نسترجع قصص حوالينا انه شو رايك بالام اللي داخله على المشهد الام الشهيد بتتذكري الحائط الموجود عليه صور الشهداء بطرط ايه بتذكر الواحد لما بيمر قدامه شو بيحس. فنحن من هاي النماذج الصغيره اللي بلشنا فيها نشتغل بالتفاصيل هي كلها حقيقيه هي نحن عايشينها وشايفينها وسمعانين فيها. فالمسرحية او الاوبريت بشكل عام بما انه نحن ما لنا عم نشتغل بس شيء تمثيلي الاوبريت هو في ماده سينمائيه. الماده السينمائيه هي مشغوله عليها من قبل الاستاذ جود سعيد وفيها الاستاذ ايمن زيدان. الماده الغنائيه راح يكون في اكثر من نجم موجودين معنا بالجانب الغنائي اللي كانت يمكن بدها تكون شهد برمده ووفيق حبيب وبالاضافه لبلال الجندي وصبيه اوبريت متكامل وفي العنصر الرقص اللي هو كمان موجود. نحن في فرقه كمان موجوده معنا بالمشاهد اللي علاقه بالرقص للدمج بين المشاهد اللي بدها تصير بالاضافه للشق التمثيلي او الشق اللي له علاقه بالعرض الفنون التمثيلي يعني المسرحي. فهو العرض متكامل وكله عم يصب بخانه وحده. بظن انه نحن جميعا عم بحكي عن الناس الموجودين بالعرض ان كان الاستاذه سلمى المصري الاستاذه لينا حوارني الاستاذه رنا جمول زميلتنا مريانا معلولي كرم الشعراني مؤيد الخراط ابراهيم عيسى مالك محمد تحية لكل الفنانين هذول الناس لكل القائمين على العمل أنا عم بذكرهم واحد واحد لأنه بعرف أنه كل واحد منا عنده حكاية عنده شيء حقيقي بحياته يقارب هذا الشيء اللي عم يقدمه. لهيك اجتمعنا بهدف واحد واجتمعنا بصيغة واحدة اللي هي بدنا نقدم شيء. لهيك يامن رح أرجع شوي فيك بالذاكرة لورا من فترة سنتين لما كنت معنا بأول ظهور بعد هدنة. بتذكر لما حكيت لنا عن بدلة أخوك الشهيد الله يرحم روحه طبعا لما لبستها أثناء العرض قديش عطتك قوة وحسيت أنك عم تهدي شيء لروحه طبعا. اليوم يامن بهذا العرض شو رح تهدي لأخوك؟ كمان بدي هي اي شيء عم هلا بعمله لكان هلا ولا بعدين ولا قبل هو مهدى اولا لشريك عمري اللي هو اخي وزائد لكل رفقاته اللي راحوا معه ولكل رفقاته اللي عم يكملوا الرساله وزائد لكل اهالي امي منهم يعني انا اكيد بدنا نوجه له تحيه وبالاضافه لصديقنا اللي كان راح يكون معنا بالعرض بتمنى له كل الشفاء علي ابراهيم كان راح يكون معنا بالعرض لكن تعرض لحادث كمان
جزء من الاهداء لعلي ابراهيم الفنان الشاب علي ابراهيم بالمشفى، بنتمنى له الشفاء العاجل ويكون معنا كمان قريبا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. هو قوي مثل ما شفنا يمكن وقت دخل على المشفى، كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت عم تقول انه علي قريبا رح يكون بيناتنا، هو كثير قوي، بنتمنى له اكيد الصحه والشفاء العاجل ويرجع بيناتنا بعمل ثاني. اكيد رح ينعاد العمل بوجود علي وقت يكون موجود. اكيد ان شاء الله. رح نرجع معك محمد ونحكي عن النشاطات اللي بتقوم فيها الجمعيه، شو الجديد يمكن هي السنة من 2012 يمكن 2017، 5 سنين بلشت بفكرة صغيرة وصار مشروع كتير كبير. خلينا نحكي عن أهم النقاط الأساسية هلأ يا حاطينا ضمن برنامجكم. تمام. هلأ بس أنا حابب أنوه شغلة صغيرة بس للأستاذ علي إبراهيم، هو شارك معنا بفيلم وعد شرف اللي هو أنتجته الجمعية من إخراج الأستاذ باسل الخطيب، طبعاً نوجه له تحية والله يشفيه ويرجع لنا قريب. بالنسبة ل يعني ركائز دعمنا اللي هي بتوزع عليها الجمعية، هي بتوزع على 5 شغلات رئيسية: دعم اقتصادي ودعم نفسي وصحي، وفي عنا دعم ثقافي واجتماعي ودعم قانوني ودعم تربوي وتعليمي. أهم الشغلات اللي نعملها بهالمجالات، مثلاً في المجال التربوي والتعليمي، الجمعية هاي السنة تبنت 10 طلاب في جامعة المنارة، تبنتهم حتى ينهوا دراستهم بشكل كامل، مصروف معيشة ومصاريف دراسة كاملة، وأكثر تركيزنا بينصب نحو مدارس أبناء وبنات الشهداء. فمثلا كان في دعم كتير من قبل الجمعية لهم بتجهيز مثلا الصالة الموسيقية بآلات حديثة، تجهيز غرفة الكمبيوترات بمعدات جديدة، وطبعا المشروع الأكبر اللي هو بيصير لهم هو إقامة المخيم الكشفي سوا، اللي هو دائما بيجمع ابناء وبنات الشهداء بمعسكر قبل ما تفتح مدارسهم. هذا المعسكر بيكون شامل ترفيهي، دائما بيشاركنا فيه كوكبه من نجوم الفن بسوريا كمان، لحتى يكونوا دائما موجودين مع ابناء وبنات الشهداء. وعندنا كمان بالجانب الثقافي، شفتي مثل ما عم نحكي انه هلا نحن عم ننتج النصر ساعد صبر، وبدينا بكثير اعمال، اهمها هو فيلم وعد شرف، وبعدين السنه الماضيه أبريت الدم حبر الحق، وهلا نحن بالنصر ساعد صبر. وهلا حاليا الخطه اللي رح تطلقها الجمعيه بعد ما يصير الاحتفاليه انه هو نحكي عن مشاريعنا المستقبليه اللي هي حاليا هلا قيد الدراسه، رح يتم التصريح عنها بعد الاحتفال مباشره. اكيد. يعني يا من اليوم الفن تعدى رسالته حدود كتير كبيرة، يعني ما عاد هو بس مجرد متعة بصرية أو تثقيفية، أو بالعكس هو صار عم يحمل القيم المجتمعية، يمكن هي الهدف الأساسي الضمني لكل أنواع الفنون، هو الهدف النبيل والسامي للفن يعني. تماما. قديش اليوم هي الرسالة عم تحملكم مسؤولية بكل شيء عم تقدمه، سواء بمسرح بيرتبط بالحرب أو حتى بأدوار فنية ممكن تأدوها خارج حدود الوطن؟ لا شك انه الرسالة الثقافية وبناء الانسان، يعني خصوصا نحن نحكي لما بدنا نحكي عن الشأن الثقافي والتعليمي، نحن عم نحكي عن بناء انسان، يعني بناء الانسان بالمرحلة القادمة هو اهم شيء لازم يصير، يعني هو بالنسبة لي اكثر اهمية من بناء الحجر. بناء الحجر من اسهل الاشياء اللي ممكن تصير، اما بناء الانسان يلي خارج من الحرب، خارج من الحرب بكل قيم الحرب وعقد الحرب وصور المشوهة للحرب، وجيل كامل نشأ خلال فترة الحرب، عمره 7 سنين صار تماما. فنحن هلأ هم كبير اللي هو فعلا لازم، خصوصا الناس اللي ولدوا هلأ بالجيل القادم اللي ولد بصراع دموي، صراع بحرب علينا كل الوقت، في حرب على مدة 7 سنين، نحن طولنا أكثر من الحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الثانية 6 سنين، نحن طولنا أكثر منها. فنحن فيك تقولي هي فعلا هي لما بنقول حرب كونية هي أكبر، لأنه الكون أكبر من العالم، فهي لذلك هي حرب كونية علينا. فلهذا الجيل نحن لازم نبني الإنسان الصح، نبني الإنسان اللي بدنا نحمله ونشبعه بالقيم الإنسانية، قيم المحبة، التسامح، المصالحة. يمكن هي الرسالة الأسمى هلا لكل إنسان موجود، ويمكن لأنه نحن الناس اللي بنكون أو نحن الناس هيك مو ملك نفسنا، نحن ملك الناس كلنا، عرفتي شو؟ فنحن نطلع على التلفزيون ولا نطلع على الشاشات أو بالصحف أو فنحن الأسهل
نوصل هالشيء ويمكن هي مسؤوليه تشاركيه على الفنان وعلى المواطن العادي وعلى يمكن هي على كل انسان موجود بمكانه سياسي ولا ثقافي. هي مجموعه يعني تشاركيه كثير كبيره تماماً. للكل. مع هذا الكلام الجميل بدي اختم معك فناننا الجميل يامن سليمان، سعيدين بوجودك معنا. بدي اتشكرك سيد محمد ابو دان من مؤسسي جمعيه تموز، وكمان بنرجع نتمنى الشفاء العاجل للفنان الشاب علي ابراهيم، ان شاء الله قريبا بيكون بيناتنا، وسعيدين كثير بوجودكم معنا اليوم. شكرا لكم. لشاشه الاخبار. شكرا لكم وموفقين اكيد. شكرا كثير. اما هلا مشاهدي